بخير. الصبح وينك لهلأ؟ كان عندي شغل. شو هالشغل اللي ملاحقه لهالوقت؟ أنا كتير تعبان أمي، بعدين منحكي. سواش الرجال اللي بيضيع طريق بيته بيضيع طريقه بكل شي يا ابني. تفضل، أنا جاي معك لبرا. أنت مالك متمدد طول الوقت ما هيك؟ ما فهمت. لازم تتمشى شوي. بس هو ما صار له زمان طالع من العملية. بعد هيك عمليات لازم المريض يتمشى. شو رأيك؟ كنت رح تموتيني من كتر النوم. تفضل، رح وصلك على الباب. أهلا وسهلا سواش، شو صار معك؟ حليت قصة الشغل؟ حليتها. ايه حليتها. مبين عليك كتير تعبان. يمكن إذا بنام شوي بصير منيح. ماشي. بتشكرك على كل شيء. ما حسستيهم بغيابي خلال مرض خالي. كيف صار خالي؟ منيح كتير، بلش يتحرك ويستعيد نشاطه. منيح، أنا رايح نام.